بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا مجموعة من المسانات تركب على جميع أنواع البنادق إن شاء الله. أول حاجة معانا النوركا 56، تاني حاجة الصيني بصمة أو البي 2، الاتنين بيركبوا عليهم. ده بكر وده بيتحرك بالإيد، في بكرة تعدي وتوطي وبيتحرك بالإيد من هنا بمسمار بيتقرط عليه يتحركوا، ده مسمار بتربط بألانكين بمسمارين من الجنب فبيركب على اي ماسوره من قدام، وده شان خلفي وده نشان خلفي تاني بيتربط على اي مكان في البنديه فيه مسمار، مكان النشان نفسه اي مكان فيه مسمار تربط فيه النشان ده ان شاء الله. وده نشان اهو، ده بتاع التركي والجامو، بيركب على جميع انواع التركي ان شاء الله ما عدا الاسترونج، وبيركب على الجامو بنادق الجام كلها ما عدا الشادو 1000. وده بتاع البندية المعادي بتاع الانتاج الحربي اللي نمرة 2. وده بتاع النوركا، النوركا ويست والنوركا مرفق، وده بتاع الشادو 1000، وده بتاع الديانا، ده بيركب على الديانا والنوركا والكومي 400 والسترونج التركي، بيركب على الانواع دي كلها. وده نشان امامي معمول للبي سي بي بتربط بافيزين في مكان الافيزين يتربطوا، بتثبت قدام على الماسوره وفي مكانين بتربطوا افيزين هنا اهو، الافيز بيدخل من هنا ومن هنا وبتربط على الماسوره او على الكاتم افيزين معاه. دي كلها طبعا نشانات معدن بالكامل. وده نشان خلفي بيركب على اي بنديه بتربط على المجرة بتاعه الاسكوب وبيركب على البي سي بي. ده اول حاجه اهو، ده نشان معدن بالكامل فسفوري بكر مترقم. تركب بيلي هنا بتعمل صوت وانت بتتحرك وبتمنع البكره من الحركه لوحدها. عشان ده بيركب على المجرة بتاعت الاسكوب، اي مجرة في اي بندقية بيركب عليها، المجرة دي بتوسع وتضيق نفس نظام الاستوبر اللي بيركب على البندقية من ورا اللي بيمنع الاسكوب من الحركة، بتهون المسمار ده تفكه، الجزء ده بيفتح معاك فتح ويرجع لورا. افتتح بالشكل ده كده، تركبه على المجرة بتاعت الاسكوب، تبدأ تقرط تاني بالألانكي، تربطه بالألانكي يقفل معاك، يضم على بعضه يقفل على المجرة، واشتغل بالشكل ده على الاسكوب على البندية بتاعتك. نشان معدن بالكامل اهو فسفوري بيركب على جميع البنادق، اي مجرة اسكوب يركب عليها ان شاء الله. وبيبقى معاه مسمار تاني، مسمار طويل ومسمار قصير على حسب المجرى اللي عندك، لو مجرى 11 ولو في مجرى اكبر من 11 بتركب المسمار الطويل ده، المجرى قصيره بتركب المسمار الصغير ده. هو بيجي اصلا معاه مسمارين، بتبدل اي مسمارين انت عايزه براحتك تركبه، وبيجي معاه الانكي بتاعه عشان تبدا تفتحه شويه وتركبه على المجرى. ده معمول اصلا للبي سي بي بس بيركب على اي بندية تاني مفيش مشكله. واللي هياخد واللي هيركبه للبي سي بي برضو هياخد معاه الامامي ده، ده معدن برضو بالكامل، الافيز بيركب هنا كده، الافيزين بيركبوا من هنا ومن هنا، بتعدي من هنا ومن هنا وتربطه في البنداية. ده بقى بتاع النوركا، النوركا مرفق والنوركا ويست. مسمارين التثبيت بتوعهم، ده نشان معدن بالكامل،
الدبانة انا بتاعت الشادو 1000 او الشادو 640، بتركب بالميجرا جي. الميجرا جي هي اللي بتعدي في الناشنكان الامامي، بتركب بقى في ميجرا جي بتبات فيها. ده بقى نشان الديانة، النشان ده بيركب على براند كتير قوي، على السترونج والنوريكا والكوميتا و400 وعلى الديانة. معدن بالكامل، فسفوري، طريقة شغل النشان اهي، تفك البقرة. النشان ده بيركب على اي هوندائية بسبب دي، المكان هنا واسع، المسمار ممكن يركب في اي مكان. ده مسمار التثبيت هنا، والمسمار ده متحرك على حسب مكان المسمار في البندقية بتاعتك. مسمار مثلا لو هنا او هنا او هنا يركب معاك عادي. اهم حاجة مسمار التثبيت، مسمار واحد تثبيت، والمسمار التاني متحرك معاك على حسب نوع بنديتك. بيركب على كذا نوع من البنادق. شغل بيليو عشان يعمل يتكتك وهو بيتحرك، ومتحركش لوحده. ده بقى بتاع الجامو التركي، ده بيركب على بنادق الجامو التركي، شغال ما شاء الله عليه، كله معدن برضه. وده البنز اللي بيبات في البندقية، وده مسمار التثبيت اهو. بيركب على الكرال وعلى كذا نوع، وبيركب على الجامو بأنواعه ما عدا الشادو 1000. الشادو 1000 دي نشان عندي بس نسيت اجيبه واصوره. ده بتاع البندقية المعادي، بتاع الانتاج الحربي او الناس بتقول عليها رمسيس نمرة 2، مكتوب عليه معادي هنا، معادي. بس انا عشان دوت في حاجة، ان المسامير بتاع البندقية المعادي عاملين لها مقاسات معينة، المقاسات ديت مش موجودة اصلا. فاللي ياخد مني النشان ده لو عنده مسامير يعني بتاع البندقية، يركب المسامير القديمة ويشتغل بيه عادي. لكن لو المسامير مش عنده، هيضطر يعدل في مكان البندقية، في المسامير بتاع البندقية، ويغير المقاس بتاعه، يروح لأي خراط يغير القلاوز بتاع المسامير بدرجة أكبر، ويركب المسامير العادية اللي أنا هبعتها معاه. فأنت لو عندك المسامير القديمة خلاص اشتغل بيها، تاخد المسامير القديمة وتركبها على النشان ده بتشتغل. ما عندكش القديمة وضاعت منك، هتروح عند أي خراط يغير لك السن بتاع المسمار بمقاس أكبر سنة على المسامير اللي انا هبعتها لك مع النشان ده. ده مسمار اللي بيركب بالانكيه، ده في منه درجات، في عالي يعني ده عالي قوي لبعض البرانق، في بنات بتطلب ان يكون النشان عالي شويه، وفي مقاسات تانية اقل منه لحد هنا كده، في كذا نوع، لكن اللي انا بصوره دلوقتي العالي بس، لكن الباقي موجود يعني ان شاء الله. ده بتربط بالانكي من هنا، الماسوره بتاع البنديه كانها صباعي بتركب هنا، وبتركب توصل للاخر، وبعد كده بتقرط بالالانكي بالشكل ده، تلف الالانكي تقرط المسمار ده والمسمار ده على الماسوره، تثبته في النص وتقرط كده، وكده اشتغل معاك تمام. ده نشان معدن برضو بالكامل، فسفوري. ده نشان معدن تاني، ده بيتحرك بمسامير بدل البكر، ده بيشتغل على اي بندقية مش لاقي لها نشانات. يعني هو عبارة شغله بيشتغل بالمسمار ده، المسمار ده اي مكان عندك في البندقية في مكان للربط على نفس المقاس ده، بتربط المسمار ده وتثبته على البندقية، خلاص بيثبت معاك.
عشان تحركوا يمين وشمال وفوق وتحت، المسمار ده والمسمار ده بتهويهم حاجه بسيطه ويبدا يتحرك معاك يمين وشمال، والخطوط دي عشان تقدر تظبط منها، تهوي حاجه بسيطه من حاجه بسيطه من هنا وتحركه سنه سنه وتقرط عليه وتضرب لحد ما يظبط معاك. وبيع العيوطه برضو بنفس النظام، بتهوي المسمار ده والمسمار ده وتعلي وتوطي براحتك في مجال انه يعلى ويوطى، دي بتوصل لحد فوق ويعلى معاك جامد او ينزل تاني عن كده، لسه في مستوى تاني اقل من كده، في درجات هنا اهي ودرجات فوق برضو هنا عشان تقدر تعلي وتوطي وتبقى عارف انت عدلته فين بالظبط. ده بيركب برضو على الصيني باص وبيركب على الرمان كتير قوي، وده نفس النظام برضو زيه بالظبط بس ده حجم صغير، عشان بعض البنادق بيبقى الدبشك والماسوره الحتتين اللي بيبقوا قدام عند بيت الرش فاوقات بيبقوا ضيقين قوي عشان بيخبط فيهم فالدبشك بيتجرح، فده اصغر منه عشان ينزل تعمر وتكسر بنديه بسهوله. نفس النظام برضو بالظبط، ده اشتغل البنادق التركي برضو، اشتغل انواع كتير قوي، شغال ما شاء الله عليه. الفرق في الحجم اهو، ده فرق الحجم، ده فرق الحجم اهو، نشان ده بقى بتاع النوريكا 56، نشان معدن بالكامل، بيشتغل ببكر، بكر تحركه يمين وشوان وشمال، بكر تحركه فوق وتحت، المسمار الصغير ده اللي بيثبت المسمار هنا والبكرة ديت ايه، وانت عندك المسمار اصلا ثابت في البند فبتركب البكرة دي على المسمار اللي عندك، ده للنورك 56. ده بقى للمعادي او البي 2 او الصيني بصمة، اقصد للصيني بصمة والبي 2، لكن المعادي بتاعه ده مش بتاع معادي، ده بيركب على الصيني بصمة فسفوري برضو معدن، تدريج هنا عشان تقدر تعرف انت بتتحرك فين بالظبط. وجي بكرة بتاعته مترقمة اهي عليها ارقام، وده نشان نفس النظام برضو للبي 2 او الصيني بصمة بس طريقة شغل مختلفة، ده بيعلى ويوطى بالبكره برضو، لكن نظام حركته يمين وشمال وفوق يمين وشمال بالمسمار ده، بنهوي المسمار ده حاجه بسيطه ويتحرك معاك، الجزء اللي جوه اللي بيتحرك، تحركه يمين وشمال، في درجات هنا وارقام موجوده اهي، في درجات وارقام موجوده معرفش باينه في الفيديو ولا لا، وفي سنة صغيرة طالعة من النشان نفسه عشان تقدر تحدد انت على انهي نقطة بالظبط او انهي درجة من دول، بتحدد انت عايز تجيب النشان يمين ولا شمال وتقرف المسمار ده ويثبت معاك على كده ويطلع وينزل بالبكرة دي، البكرة برضو مرقمة، ده للصيني بصمة والبي 2 برضو.